الطاقه الانتاجيه تقدر ب 700 الف لوحه سنويا لتزويد 13 مركز جهوي باكثر من 70 الف لوحه كمرحله اولى، مع 609 مخزن لشحن اللوحات محمله بالكتب المدرسيه للسنه الثالثه والرابعه والخامسه من الطور الابتدائي. غادي تسمح للتلميذ بيستعملها في المدرسه عوض نقل الكتب المدرسيه من المنزل الى القسم. ونحن الان وصلنا الى حوالي طاقه انتاجيه يوميه للخطين تقدر ب 1400 لوحه رقميه، وهذا الرقم قابل للزياده. تحتوي هذه اللوحه الالكترونيه على بطاريه ذات سعه 7000 ملي امبير، وتحتوي كذلك على ذاكره 16 جيجا بايت.